السلامة ومرحبا بكم. في هذه الحلقة نتعرض إلى مادة الألومنيوم. هذه المادة تعتبر من أكثر المعادن استعمالا، وهي أيضا من أكثر المعادن المكونة للقشرة الأرضية، الثالثة بعد الأكسجين والسيليسيوم. اعتبر لمدة طويلة غير ضار للإنسان، إلا أنه تبين بعد ذلك أن التعرض إلى كميات كبيرة من الألومنيوم ينتج عنه العديد من المضار الخطيرة على جسم الإنسان. الألومنيوم هو خطير عندما يكون صوليبل، يعني يذوب في الماء ويلتصق بمواد أخرى مثل الكلورور ويكون الكلورور دالومنيوم، وهذا الذوبان في الماء يكثر عندما تكون الحموضة عالية pH inferior 6. الألومنيوم ينتقل إلى جسم الإنسان عبر المواد الغذائية وعبر التنفس أو عن طريق الجلد. يستعمل الألومنيوم في البناء وفي الأشغال العامة. يعتبر المعدن الأحسن لصنع النوافذ والأحيط وغيرها. عند تجديد الأشياء أو رينوفاسيون، الألومنيوم يحبذ نظرا لخاصيته التقنية، فهو سهل الاستعمال، سوليبل إيماليابل. عند صنع الأشياء الجديدة، الألومنيوم يمكننا من صنع أشياء من البلور تسمح بظهور أفضل لأشعة الشمس والضوء. الألومنيوم هو موجود طبيعيا في محيطنا، تقريبا في كل المواد اللي نستهلكوها. نجده في مواد التجميل، في الأكل، في ماء الشرب، في الأدوية إلى آخره. لدوز ماكسيمال المسموح بها من المنظمة الأوروبية للحماية هي 11 ميليغرام بار كيلوغرام دو بوا كوربوريل. ما هي أخطار الألومنيوم؟ تسمم الجهاز العصبي، من ذلك الرعشة وضعف الذاكرة، ضعف العظام أو الأوستيومالاسي. هو سبب أيضا لنقص الخصوبة عند الرجال. عند مريض القصور الكلوي اللي صفي، يوجد الألومنيوم في ماء التصفية. عند مروره عبر الدم يمر إلى المخ فيسبب للمريض عدة اضطرابات. عمال الألومنيوم ينجم يكون عندهم ضعف على المستوى النفسي والعقلي، ريغريسيون بسيكوموتريس. والنقص في الكالسيوم والمغنيسيوم يسهل امتصاص الألومنيوم في جسم الإنسان. كيفية الوقاية؟ في العمل يجب شفط الغبار والدخان المسمم بالألومنيوم لتهوئة أماكن العمل، حمل أدباش واقية، دي لونيت، دي غون، دي كومبينيزون، دي ماسك ريسبيراتوار فيلترون، مراقبة طبية سنوية عند طبيب الشغل، عدم العمل في محل مغلق أو أنسانت فيرمي. يجب التنظيف بالماء وليس بالشايح، وعدم الأكل في مكان العمل، الاغتسال بعد العمل، وأيضا غسل آليات العمل. في البيت يجب تنظيف دوري للمنزل بشيفون إيميد ولا أسبيراتور أفيلتر. لا ننسى الأحيط والأسقف، تنظيف الأيدي والوجه بالماء والصابون، عدم استعمال بابي ألومنيوم في الطبخ، ويحبذ التغذية بالبلاستيك. الانتباه لمخاطر استعمال الألومنيوم في الشيشة. تغذية متوازنة خاصة الخضر والغلال الغنية بالكالسيوم والمغنيسيوم. حلقتنا وفات، لكن لقاءاتنا مازالت. إن شاء الله نشوفكم في الحلقة القادمة مع موضوع هام، وإحنا قادمين على موسم الصيف، الضجيج. ما هو تأثيره على الإنسان؟ ما هي مخاطره؟ كيفية الوقاية منه؟ دمتم بصحة جيدة وإلى اللقاء.